أهلا وسهلا كل المتتبعين ديالي الكرام الغاليين على قلبي، أخوتي أخواتي داخل المغرب وخارجها. مرحبا بكم في قناتي ومرحبا بكم في فيديو اليوم. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم واحد العصير اقتصادي ما شاركته معكم حتى جربته وعجبني بزاف، باش أنتم تجربوه في هذا الصيف وفي هذا العيد المبارك السعيد إن شاء الله. الله يجيبوه على خير وبخير، وعواشركم بروكة باش ما كتمنوا إن شاء الله الرحمن الرحيم. هذا العصير اقتصادي مكونات بسيطة موجودة في كل بيت الحمد لله، ومتعدد الاستعمالات للأعياد للمناسبات في هذا الصيف هذا نتبردوا به علاش لا. بلا ما نطول عليكم دوز المكونات على بركة الله. بالنسبة للمكونات كنحتاجو هنايا جوج ليمونات حامضة وحدة، كاس لارب سكر سنيدة، علبة وحدة ديال ياغورت بنكهة ديال الفاني، ويطرو ديال الماء يكون بارد، الماء باقي في التلاجة عندي. كناخد واحد السوبيرة والحكاكة وكنبدا نحك. أول حاجة غادي نبدا نحك الحامض. بالنسبة للحامض غادي ولا الليمون غادي نحك غير القشرة، نحك غير القشرة الفوقانية ديك الصفرة، نحاولو منحك مندخلوش في اللب هداك الأبيض باش ميجيناش العصير ديالنا مر. والدور ديال القشور ديال الحامض والليمون فهو كيتعطينا واحد اللذة وواحد المذاق رائع، وكذلك كمية مميزة من العصير، رغم أنني استعملت فقط جوج الليمونات وحامضة وحدة. وبقى كنقول لكم إلا دخلتوا في اللب هذاك الأبيض فهو غادي يخسر لكم العصير ديالكم، ما غاديش يجي لذيذ. هاد العصير هذا ما شاركته معكم حتى جربته وعجبني بزاف، باش أنتم تجربوه في هذا الصيف هذا وكذلك في هذا العيد المبارك السعيد ان شاء الله. الله يجيبو على خير وبخير والصحه والسلامه وباش ما كتمنوا، وعواشركم بركه. هذه الكميه ديال القشور اللي حصلت عليها المتابعين ديالي الكرام. انا غادي نضيف هنايا السكر سنيده، كاس لارب ديال السكر سنيده، اللي كيبغي الحلاوه ممكن يضيف يدير كاس، كيعجبو العصير يكون حلو. وكنخلطو مزيان مع هاد القشور باش كيتجانسوا بعضياتهم باش كتكمل اللذه. ضروري ما ندير ما نزيدوا الحك ديال الياغورت بالنكهه ديال الفاني، وكنطربوهم مزيان حتى كيتجانسوا بعضياتهم. صدقوني المتابعين ديالي الكرام اللي ذاق عندكم هذا العصير هذا غادي يسولكم شنو المقادير اللي فيه، فهو كيجي اروع ما يكون، رائع ولذيذ واقتصادي ومنعش. انا كنخلطوه مزيان كيف ما كتشوفوا، ومن بعد كنخليه جانبا حتى كيتجانسوا بعضياتهم. وضروري ما يكون عندنا واحد لترو ديال الماء بارد. هنا ندوز نقشروا الليمون ديالنا. بالنسبه للليمون والحامض ضروري ما نقشروهم، نحيدو لهم حتى ديك القشره البيضاء كامله والخيوط، الخيوط اللي كيكونوا في الليمون وفي البرتقال باش ما كيجيناش العصير مر. وكذلك ما نساوش دوك العلوفه. كنتمنىكم تبقوا معايا حتى لاخر فيديو متابعين ديالي الكرام، واللي ما مشتركش في القناه يشترك وفعل الجرس باش يوصل كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما تنساونيش من لي لايك ومن البارطاج. هنا كيف ما كتشوفوا متابعين ديالي الكرام، هنا بعد ما قشرت الليمون والحامض نحاولوا كل ما حيدنا هذيك القشره البيضاء كل ما كيجي العصير زوين. انا عندي هذا الليمون هذا حلو بزاف. ومن بعد كندوزو نقطعو الحامض والليمون ديالنا شرائح باش كنحيدو منهم ديك العلوفه باش ما يجيناش العصير مر. ولا كانوا شي خيوطه ولا كان شي بيوضه تما كاينات في الليمون نحاولوا نزولوها. عصير كيجي اروع ما يكون، ما غاديش نشكروا لكم، فهو اقتصادي كيف ما كتشوفوا، مكونات موجوده في كل بيت، نجربوا علاش لا، نقدموا للضيوف ديالنا الوليدات ديالنا في هذا العيد هذا في جناب الطبله ان شاء الله الرحمن الرحيم. هاد العصير هذا نحتاجو فيه فقط يطرو ديال الماء يكون بارد، ممكن تزيدو اولا تنقصو ديال الماء على حسب الختوريه، الا كان كيعجبكم العصير خاطر اولا كيعجبكم شويه ناقص، عينكم ميزانكم.
انا ضروري ما كنحيد هذوك العلوفه وكنخلط كل شيء في السبيره. نحاول نخلطهم مزيان ونخليهم جانبا واحد 3 دقائق، واحد 5 دقائق هكا حتى كيتجانسوا بعضياتهم. وكنضيف هنا ضروري ما نضيف شويه ديال الماء، وكنميكسي هاد المكونات مزيان. نحاول نطحنوا هاد المكونات مزيان حتى ما كيبقاش لنا دوك الشوائب باينين، رغم اننا نصفيو هاد العصير هذا. كنزيدوا شويه كذلك ديال الماء، بالنسبه للماء فهو كيبقى تدريجي شويه بشويه باش كنشوفوا النسبة ديال الخطورية اللي كتعجبكم في العصير. انا هنا العصير ما كيعجبنيش يكون خاطر بزاف، ما كيعجبنيش يكون جاري بزاف. هذا هو العصير ديالنا بعد ما طحنته، ضروري ما نصفيه من هذوك الشوائب. عصير ما غاديش نشكر لكم المتتبعين ديالي الكرام، ولكن الا جربتوه غادي ترحموني عليه، كيجي اروع ما يكون بدون منكهات. ما درنا فيه لا حتى نكهه، كل شيء طبيعي. وهنا من بعد ما صفيت هذاك العصير ديالنا كنحصلوا على داك هذا العصير هذا كيف ما كتشوفوا، صافي ورائع. وهذا هو العصير ديالنا، ممكن تقدموه للضيوف ديالكم ولوليداتكم. وشكرا كل اللي بقى معايا حتى لاخر الفيديو، الى فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم. عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه، واش ما كتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. يا